يا مساء الفل وجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة لذيذة من بيتكم، برنامجكم كل أكلة مع فيفيان. النهاردة دايما بنعمل وصفات جاية على طول من البحر، وعايزة أقول لكم اليومين دول السمك فيهم حلو قوي قوي قوي. طبعا احنا عايزين نشبع من السمك ووصفات السمك والسمك اللي ياكل قبل رمضان وقبل الصيام، فتعالوا النهارده نعمل سفره حلوه جدا، نعمل نوعين من السمك، فكرتين الاتنين مفيش اجمل من كده. فبعد الفاصل استنونا. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير، واهلا بيكم. بقى دايما بقول حلقه الاسماك وحلقه البحريات، النهارده يومنا بيكون كله من خير البحر. عايز اقول لكم انا مش بس بحب السمك وهو مستوي، انا بحب اتفرج على السمك وهو ني، بحس كده انه يا سبحان الله يا سبحان الله، كل سمكه ليها شكل وليها لون وليها طعم. عايز اقول لكم خير البحر سواء بقى الاسماك النيليه او الاسماك البحريه بقى بحر متوسط والكلام ده، او البحر الاحمر. عايز اقول لكم ان كل بحر كمان طعم السمك بتاعه ليه طعم مختلف، هو كده نيل ليه طعم مختلف، مزارع البحر الاحمر، لا كل ميه وليها طعمها. النهاردة بقى هنعمل وصفتين أحلى من بعض بسمكتين أنا بالنسبة لي أحلى من بعض. أنا مركزة شوية مع المكر اليومين دول، مش عارفة يمكن عشان بحبه، يمكن عشان حاسة أنه هو القيمة الغذائية بتاعته عالية، وفي ناس بتفتكر أنه هو مش قد كده أو مش غني، وأنا قلت قبل كده أنه هو فيه الأوميجا 3 اللي موجودة فيه السالمون، من اللي هو بشيء وشويات يعني. استنى أقفل إيه الكتل. النهارده بقى انا هطلع ايه من الماكريل؟ تفتكروا هطلع ايه؟ اكله كلنا بنحبها جدا جدا. هوب بنفتح العلبه، فتحه العلبه دي بتخسرنا كتير. فكرت اعملها بالسمكه بتاعتها اللي هي التونه، بس بصراحه سمكه التونه غاليه غاليه جدا، اللي هو مش هعرف بصراحه اجيبها واعمل منها، برضو هتكلفني كحجم سمكة، وهي سمكة بتبقى كبيرة، لقين لقيناها هنلاقيها غالية. عايز اقول لكم ان في بديل، هو ايه؟ في سمكة البلاميطة وفي المكرل. اذا احنا هنعمل ايه النهاردة يا جماعة؟ هنعمل تونة. بس عايز اقول لكم سمكة تونة من المكرل خطير، حلوة قوي قوي قوي، بشرط يتعمل صح. طب ايه شروط بقى ان احنا نعمل سمك تونة من المكرل صح؟ انا اقول لكم، عايز اقول لكم احلى ما نجيبها مفتفتة، احلى ما نجيبها اساسا من بره، وعايز اقول لكم بتطلع لنا كميه حلوه. انا مثلا مستخدمه النهارده 3 سمكات، تمام؟ طيب تعال نقول مقادير ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي هنا بتنضف السمك، طبعا 3 سمكات ماكريل متنضفين. عندي بقى كوبايتين ميه، عليهم ربع كوبايه عصير ليمون، عليهم كرفس، ده اساسي الكرفس انتوا عارفين. لا وكمان انا يعني شبه ايه بخلل، فانا محتاجه ايه الكرفس. قرن فلفل حار، وواحد فلفل رومي، وفصوص ثوم، وبصل مكعبات، وشطه، وبهارات فلفل اسود وملح وكزبره وكمون، بهارات سمك ولوري، ورشه سكر وزيت زيتون، وكمان في الاخر هنحط بقى رشه ايه شطه حمراء مع شويه قرون كده لو عندنا من الشطه الاسواني خشنه او بحالها. نقول كمان ركزوا يا جماعة عشان الوصفة دي حلوة قوي قوي قوي. عايز اقول لكم من الوقت التاني بابا بيحب يعمل الاكلة دي، وفعلا انا كنت في الاول اول ما عملها قلت له بابا لا يعني اكيد مش هتطلع حلو، قال لي بس ادوقيها، بجد طلعت تحفة تحفة. من سمك المكريل، تلاتة سمك مكريل، عليهم كوبايتين مية، ربع كوباية عصير ليمون، كرفس، قرن فلفل حار، واحد فلفل رومي، فصوص ثوم، بصل مكعبات، وشطه، وفلفل اسود، وملح، وكزبره، وكمون، وبهارات سمك، ورق لوري، ورشه سكر، وزيت زيتون، وللوش رشه شطه حمراء او قرون شطه. طيب اول حاجه انا بصوا هحط الحله على النار
وحط فيها المية السخنة عشان بس ايه بننجز وقت. اهي يبقى الحلة على النار ونحط فيها مية سخنة. بصوا بقى هرجعها، انا مش عايزة الحلة دي تتغطى لا دلوقتي ولا في اي مرحلة تانية. رقم واحد علشان ما تبقاش ابدا ريحة مش لطيفة او زفرة مش هنغطيها. ليه؟ احنا عايزين اي ريحة غير مقبولة تطير، فمش هنغطي، فما يتحولش لبخار مية وينزل تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. وبعدين نجيب السكينة بتاعتنا ونجيب البلانشة بتاعتنا ونقول الو يا مدام ابتسام. الو الو، صباحك فل. الو يا روحي، صباحك فل. الغني يرخص لك يا جميل. حياتي عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. حلوه يا رب دايما. يا رب احنا وانتي والجميع يا رب. قولي لي بقى يا ست الكل، قبل كده جربتي تعملي التونه اصلا في البيت؟ لا انا ما باكلش اصلا تونه اصلا. يعني اساسا لا ما بنحبهاش بجد. طب اصلا ايه فكره العلب؟ يعني ما بتحبهاش؟ بس عايزه اقول لك انت لو جربتيها من عشان بتبقى فيها اللي بالنسبه للعلب بتبقى الماده الزيتيه اللي فيها وماده حافظه الزئبق. بس عايزه اقول لك ان انت لو جربتيها بالسمكيه دي بجد. انا هشوف بقى وانت بتعمليها النهارده واحاول كده، بس طبعا هجربها بقى بعد رمضان والعيد ده. ان شاء الله. ليه والله انت ممكن تعملي بس كده ايه عشان احنا استعدادات رمضان بقى خلاص. يا حبيبتي ربنا يعود علينا كلنا الايام بخير يا روحي. اقول لك على وجبه كده في السريع. طبعا. هاتي العدس بجبه نص كيلو. ايوه. تنقعيه كده بس ساعتين ثلاثه من غير ما تسويه. ماشي. وبعدين حمري بصلايه وفصين ثوم وربع ولا ثوم لكيلو لحمه مفرومه. تمام. وبعدين نزلي عليه العدس وفضلي قلبي فيه قلبي فيه، بعد كده اديله نص كوبايه ميه. أيوة. استوى. الله. ماشي كده ممكن تاكليه كانك بتاكلي رز كده. او كشري يعني. عايزه بقى تغيري فيه تخليه للغدا، تاخدي جزء منه تحطي عليه معلقتين صلصه. بقى اصبح ايه مطبوخ وتاكلي مع الرز. الله. تاخدي منه جزء بالليل تروح حاطه عليه بيض ومعلقتين دقيق بقى عسل. متنوع. بس كده، وهي حاجه بسيطه، ربع كيلو لحمه ونص كيلو عدس بجبه وبصلايه وفصين ثوم. عايزه اقول لك احنا ممكن نستغنى عن اللحمه. تمام. ممكن بس يعني عشان يبقى فيها حاجه. يعني عايزه اقول لك مثلا لو انت هتقوليها اقول لك لا انا استغنى عن اللحمه واعمله كده برضه هيبقى تحفه. انا ساعات بعملها بصدور فراخ بقطعها واعملها فيها كمان. اصل عايزه اقول لك ان العدس غني جدا فيه بروتين عالي جدا. بس كده بقى لما تشكليه كده على مدار اليوم تكليب كذا طعم. الله. لا ويدفي في الوقت ده بقى جدا. انا بعمله في الشتاء على طول. حبيبتي تعيشي وتعملي. الله يخليك. انا هجربها بلحمه. كل اسبوع هقول لك وجبه. ايوه كده. حبيبتي بتعلم منكم. رنا فين النهارده؟ موجوده. استاذ ضياء اللي رد عليا. لا هي برضو موجوده. سلميلي عليك. حاضر يوصل يا حبيبتي. نورتيني. صباحك فل يا حبيبتي. مع السلامه. تعالوا اوريكم لحمها. بصوا اصلا ابيض ازاي؟ شايفين؟ مش غامق ولا اي حاجه، شايفين؟ اللحم بتاع المكر الابيض مش ابيض، لونه روزي كده ازاي وخطير اهو. شايفين؟ انا عايزه اوريكم. طبعا اقدر اشيل دلوقتي الحاجه بس انا مش عايزه انزل نقطه منها لحم. بصوا تتشفى معايا هوا اهي لو انا عايزه اشفها اشفيها يعني، بس ايه مش علشان هي لسه ما استويتش مش عايزه اخسر منها لحم. دي كده عندي اتشفت ما عدا لسه ايه الجلد بتاعها من بره. طيب هحط ايه بقى يا فيفا في الميه دي؟ بص رقم واحد هنحط بصل في الميه، خلوا بالكم الميه دي بالنسبه لي ثروه. خلاص. اتنين كرفس. يا نهار ابيض على اضافه الكرفس يا جماعه في الوصفه دي، مهمه جدا. وبعدين عصير الليمون اللي قلنا عليه وورقتين ثلاثة لوري زي ما اتفقنا. تعالوا نجيب بس الحاجات دي هنا كده. وكمان عندي هنا ايه رشة الكزبرة. الريحة طلعت، صدقوني الريحة طلعت.
وهنا عندي كمان الشطه وبهارات السمك والثوم اهو. واحنا قلنا ايه عندنا هنا؟ محتاجين معلقه سكر. وعندي بقى الفلفل الاسود، مش هغمقها قوي كده بس. وعندي الملح اهو، وعندي البابريكا اديها لون حبه حلوين، وعندي الكمون، عندي هنا القرن الفلفل برضو هروح مقطعاه وحطاه عندي هنا كده في المية يديني نكهة. تخيلوا اصلا الميكس اللي انا عاملاه ده لوحده هو شوربة مرقة، انا بقى هسوي في قلب المرقة دي، متخيلين الفكرة؟ فالطعم هيبقى عامل ازاي؟ وعلى فكرة دي تتخلل تتاكل على طول ما بتستناش. بصوا عندي بقى لونها عامل ازاي، ريحتها خطيرة، الكرفس طلع على طول، ريحة الكرفس، ريحة البصل، ريحة الثوم، ريحة البهارات والتوابل، هتعجبكم جدا. عندي هنا برضو قرن شطة روح حطاه، بس خلينا ده مش ناخد نصه. طبعا الشطة اختياري وضعها، ولكن هي لازم تكون بصوا نافحة كده، نافحة كده هتفرق جدا جدا معايا في الطعم لما تكون نافحة. طيب تعالوا بقى نلم حاجتنا دي كلها كده. انا حطيت هنا شطة ناعمة، بس هحط كمان شطة تاني، ريحة اللوري طلعت. ومعانا مدام ابتسام تاني، بس هي بصوا صباح الجمال، صباح السكر. عاملة ايه يا حبيبتي؟ حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه كل احلى؟ كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. كل سنة وانتي جميلة، وحشاني. وانتي اكتر والله، انا كل يوم بحاول يا روح قلبي. حقك عليا وانا وحظي بقى. حبيبتي حقك عليا، بس حقيقي ببقى مبسوطة قوي وانا سامعة صوتك. طمنيني عليكي. أنا الحمد لله كويس الحمد لله حبيبتي. وإنتي عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. وزي الولاد وزوجك وماما وبابا حلوين يا حبيبتي بخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا جميل الحمد لله. أنا بحب أطمن عليكوا على طول حبيبتي. نعم. وإحنا كمان بنحب نسمع صوتك على طول. جربتي قبل كده تعملي التونة في البيت ولا برضو ما بتحبهاش؟ لا ماليش. مالكيش ولا الحاجات دي، ولا ليا في الماكريل ولا الكلام ده حبيبتي. بس عايزه اقول لك ان فعلا الماكريل من الاسماك اللي طعمها حلوه جدا، ولو جربتيها بالتونه هتغيري فكرتك تماما. عملته مره الولاد ما كلوهوش بصراحه، يعني رغم ان انا كنت عاملاه صينيه جميل وصف من وصفاتك برضه. صينيه. ايوه بس ده الماكريل صينيه في حته تانية برضو. ايوه لا يبقى هم مالهمش. هم خدوا على انواع معينه. ايوه صح، كنت لسه اقول لك هم واخدين على انواع معينه فعلا. ايوه البياض والبولتي اكتر حاجه هنا. والجمبري طبعا طبعا. تعيشي وتعملي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. تعيشي وتعملي يا حبيبتي. سلمي بقى للكاست كله يا قمر، وسلمي لكل حبايبك حبيبتي، ومنهم الاستاذ حسين وام كرولس والجميع عشان ما انساش حد بقى يا روح قلبي. وسلمي للاستاذ ضياء خالص والرنا الجميله دي حبيبتي. اخيرا سمعت صوتها حبيبتي. حبيبتي يوصل. شكرا. يا حبيبتي شكرا ليكي انت. شكرا يا حبيبتي مع الف سلامه. انا مبسوطه قوي ان في ناس على طول بتقول لي لا ما جربتش. ليه بقى؟ عشان ان شاء الله يتشجعوا يجربوا، لان فعلا مختلفه. بصوا بقى بعد ما الميه غليت الريحه اساسا طالعه خطيره، ريحه حلوه قوي. هبدا بقى احط هنا عندي، بصوا السمكه متنظفه فله ازاي، احط بقى السمك هنا واقول الو يا ام شنوده. يا حبيبي عامله ايه؟ يا حسيتي انت ناسك بقى هو كتير قوي وبيسالوا عليكي، وانت سامعانا ولا ايه؟ لا صدقين. ايوه سامعاك يا حبيبتي سامعانا. عمالين يقولوا لنا على ام شنوده الجميله دي، قلت لهم فعلا هي جميله. صدقيني بارن كتير وبيبقى مشغول الخط كله مشغول. حبيبتي معلش. حبيبك كتر يا حبيب قلبي. يا روحي انت ربنا يخليكوا ليا، ما تحرمش منك ابدا يا رب كده يا شيف بياك. حبيبتي ربنا يخليكي. عامله ايه وابو شنوده عامل ايه؟ حلو يا
حبيبتي كله حلو؟ ما تحرمش ما سألك يا قمر حبيبتي، خليك ليا كده يا حبيبي. ويخليكي يا حبيبتي ويخليكي. قولي لي بقى اجبري بخاطري، جربتي جربتي قبل كده تعملي التونه بالسمك الماكريل ولا لا؟ تشويه بتجيبيه تشويه؟ ايوه. لكن ما جربتيش قبل كده تعملي منه التونه؟ لا لا انا ما بحبوش، بس انا بعمل لو سمده بشوه له. بتحب يعني هو انت ما بتحبيش الماكريل بتعمليه له، بتعمليه له هو؟ ايوه ايوه. طب انت هتجربيها بقى؟ ماشي يا قلبي، انت كل حاجتك جميله. حبيبتي انت ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك يا حبيبي، وببعت سلام المدام ابتسام كتير كتير قوي. ايوه يا حبيبتي بتسال عليكي بتسلم عليكي هي. يوصل على حبايبك صدقيني، ام اسلام ومدام شيرين وكلهم صدقيني، كل حبايبك زي العسل زيك. حبيبتي ربنا يخليكوا ليا. ربنا ما يحرمنا منك يا ستي، ما تحرمش ابدا منكم. حبيبتي ربنا يخليكي. بوسه. عايزه اقول لكم ريحة طالعة خطيرة، ريحتها حلوة قوي قوي قوي. أنا هسيبها مفيش، هي هتستوي على طول لأن المية بتغلي أصلا. خلوا بالكم أنا غليت لي المية، سبتها شوية عشان تطلع النكهات، البهارات تطلع، التوابل ريحتها تطلع، الكرفس يطلع، مش بحطها في مية كده علشان أنا هنزلها شوية وهطلعها على طول، مش هسيبها كتير. تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف قد ايه بقى هتتفصص معانا وهتبقى مخليه وقطع في ثواني. فبعد الفاصل استنونا. خطيره ريحتها، خطيره بجد ريحتها تحفه، دي لازم تتجرب. بصوا بقى انا ببدا اطلعها واركنها جنبي كده اهي، في ايه في بوله علشان تبدا تبرد. بصوا بخليها ازاي، شايفين هنا عندي بوله اهي خاليه فيها بس حتتين كده، لا قشره ولا سل ولا اي حاجه، مخليه مخليه بس علشان هي سخنة، فهسيبها تبرد الأول كده. وكمان أنا محتاجة عندي هنا المرقة هي كمان تبرد. ليه بقى؟ عشان المرقة دي هي اللي هتكون المحلول بتاعي، المرقة دي هي اللي هتكون المحلول بتاعي. وكمان هروح أطلها شوية إيه كده خل بقى. بصوا لونها عامل إزاي، عايزة أقول لكم صوص خطير خطير. مبقاش عندي ولا ايه ولا ماكريل ماكريل يايا. هركنها هنا على جنب وهسيبها تبرد، وعندي دي انا كمان عايزاها تبرد عشان افصصها وتبقى كده. اتفقنا؟ اتفقنا. لحد بقى ما نعمل الوصفه الجايه، عشان الوصفه الجايه هتدخل عندي الفرن. تعالوا بقى هنعمل ايه، انتوا عارفين طبعا مضى عشقي للسمك البلطي والماكريل واي سمكيه بحس ان هي ممكن اي حد يجيبها. تعالوا بقى نخلق من السمكيه الحلوه اللي لونها روز وتجنن دي، بصوا شكله يفرح بجد، شكله خطير. نخلق منها بصوا صينيه سمك تاكلوها في افخمها مطعم للاسماك ما يعرفش يعملها. ليه بقى؟ لان انا عامله ميكس رهيب ما بين بصل وشوية فلفل ألوان وبطاطس مع إيه؟ مع برتقان. أمال إيه؟ مش بس يا جماعة الفراخ اللي بتتعمل بالبرتقان، لأ كمان السمك بتعمل بالبرتقان زي ما كان. مش بس التتبيلات بتاعت الفراخ اللي بتحط فيها الدبس رمان، بتحط فيها دبس التمر. شايفين إحنا الأسبوع اللي فات عملنا كمان الماكريل بالتمر الهندي والناس جربته، وتفتكروا كان أستاذ محمود كلمنا وقال لنا كان تحفة. عايز اقول لكم الخلطه تتاكل قبل السمكيه. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا بتقول ايه. اول حاجه هنا سمك بلطي بالبرتقال، عندي اربع سمكات حلوين كده اقدر اجيب السمك الكميه اللي انا عايزاها. في بيت اكيل يقول لك انا كل واحد واحده، في بيت يقول لك لا يعني احنا ممكن نتقسم يعني الواحده نقسمها على اتنين،
فبراحتك. عندي هنا التتبيلة بقى عبارة عن ايه؟ توم مفروم، فلفل الوان، كزبرة، كمون، بهارات سمك، شطة، ملح وفلفل اسود، عصير ليمون وعصير برتقال. نيجي للخضار يا جماعة بقى، عندي ايه؟ بصل حلقات، وفلفل الوان حلقات، وبرتقال حلقات، وعندي كمان بطاطس حلقات، وللتزيين شوية بقدونس مفرومين وشوية برتقال حلقات. نقول كمان عندي هنا اربع سمكات، لا لسه ثانية واحدة بس طقت في دماغي اعملها اصلي في الطاجن ده. عندي هنا اربع سمكات ماشي، وعندي كمان عندي هنا توم، فلفل الوان، كزبره، كمون، بهارات سمك، شطه حمراء، ملح وفلفل اسود، وعصير ليمون وعصير برتقال، بصل حلقات، فلفل الوان حلقات، وبرتقال حلقات، وبطاطس حلقات، وللتزيين بقدونس مفروم وشويه برتقال حلقات برضو. طيب اول حاجه انا هعمل التتبيله هنا، بس قبل ما اعمل التتبيله تعالوا نرصص الطاجن ده بتاعي. مين بيقول لي لا؟ مين ليه يا روحي؟ لا يا ده انا كنت واخده بالي. بصوا بقى انا قلت في حاجه. بصوا بقى هعمل ايه هنا، البطاطس هرصصها الاول عندي هنا في الطاجن. خلاص اهي احلى طاجن سمك هتاكلوه بجد بيه الخلطه مش هقول لكم غريبه، الغير معتاده. وتعالوا عندنا هنا البصل برضو هبدأ اروح جايباه مرصصاه هنا كده اهو، وفكاه اهو. يا دكتور هبة، ايوه شيفا، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا شيفا عامله ايه؟ منوره الشاشه كلها حبيبتي، ربنا يخليكي وربنا يديكي طول العمر والصحه والعافيه يا شيفا. شكرا حبيبتي، وكنت منوره في قناه الشمس كمان في اللقاء بتاعك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ميرسي قوي قوي والله، بجد كنت زي القمر بجد يعني. يا حبيبتي ربنا يخليكوا ليا والله، ميرسي قوي قوي، ربنا يخليكي. بصي يا شيفا، كنت عايزه طريقه البتاع ده الكباب، كباب الحله تمام، كنت عايزه الطريقه بتاعتها، وكنت عايزه طريقه السمك المكاريل بيتعمل بالرز البسمتي. سمك ماكريل بيتعمل بالرز البسمتي، صياديه يعني؟ انا كنت جايبه سمك ماكريل، فكنت عايزه اعمله في الفرن. في الفرن ماشي. على فكره هو ينفع نفس الوصفه دي، بس نشيل السمك البلطي ونحط السمك الماكريل، هيبقى رهيب. بصي خلي بالك السمك، انا ليه بستخدم برتقال ودبس رمان وبستخدم دبس التمر؟ علشان كمان يدينا طعم مختلف وغني للسمكيه. فعايزه اقول طريقه البسبوسه، عيوني بس حاضر. بسبوسه بالمانجا، بسبوسه بالمانجا وبالكريمه بقى. الله، انت كده دخلتي على رمضان بقى. فانا كنت باكلها برجر، فانا كنت عايشه برجر، فانا كنت باكلها برجر، فانا مش عارفه الطريقه دي موجوده لا موجوده ولا لا. موجوده نعملها بس كده. امتى يا شيخة؟ حاضر، انا عملت لك على فكره ال ال وصفه. انا كنت شامة ريحة بصراحه. الفرخه بالبرتقال هعمل لك. حاضر، البسبوسه، بس بصي انا اكيد مش هعمل بسبوسه دلوقتي بصراحه، مش هعملها قبل رمضان ومش هحرق الطريقه، فاستنينا بقى على رمضان. كل سنه وانت طيبه. طيب يا طب يا شيفا، طب وطريقه الفراخ اللي انا قلتها لك قبل كده بالبرتقال؟ لا، ما انا عملتها الحد اللي فات يوم الحد. انا كنت شايفاه يوم الحد. ما انا عملتها الحد اللي فات. طب وطريقه القطايف هتعمليها برضه في رمضان؟ في رمضان طبعا. خلاص ماشي يا شيفا. ماشي، معلش بقى، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. طيب يا شيفا، ربنا يعود علينا كلنا الايام بخير. ربنا يخليك يا شيفا، ويديكي طول العمر والصحة والعافية كده، ودايما كده منورة على طول كده الشاشة بتاعتنا بجد يعني. ربنا يخليك، وما نتحرمش منك ولا من صوتك ولا من حسك. حبيبتي، ولا نتحرم منكم أبدا. ربنا يخليك. شكرا يا شيفا، حبيبتي نورتوني. نيجي بقى للتتبيلة. بصوا بقى أنا عملت هنا إيه؟ تخيلوا ده بياخد يعني السمك يتحط عليه بالتتبيلة، والتتبيلة تنزل على كل ده، أنتم متخيلين بقى الحلاوه؟ انتوا هتاخدوا الخضار ده صدقوني تاكلوه قبل السمكيه نفسها. نيجي بقى هنا للحشو، عباره عن ايه؟ توم عادي متعودين، كزبره،
عندي البهارات بتاعه السمك. انتوا طلبتوا كمان ان احنا نعمل بهارات، هنعمل عندي هنا فلفل الوان، ممكن اختياري تختاروا ان انتوا تحطوا مثلا فلفل بس رومي. وعندي هنا بقى الكرفس، انتوا عارفين الكرفس ده بقى ايه. بصوا قبل اي حاجه انا هحطه هنا كده الكرفس. لا ده يعني بصوا ده اختراع، ده يعني انتوا مش متخيلين هو بيدخل السمكيه يعمل فيها ايه. الكرفس ده اهو، ونحط ايه هنا كده كام واحده متقطعين. خلاص نيجي عندي هنا بقى عصير الليمون، عصير البرتقال، عندي هنا كمان الشطه، شطه كده وكده وحبه من هنا هما بتوع هناك، وكمان عندي هنا بابريكا. ونروح ناخد ايه بقى الملح بتاعنا، وعندنا هنا كمان فلفل اسود، وعندنا الكمون، واخيرا ايه طبعا الخل. دي التتبيله بتاعتي، عصير برتقال وعصير ليمون، فلفل الوان، شويه بهارات احنا قلناها خلاص، وعندي هنا كمان الخضره. هقلب كل ده بقى، ليمون وخل وعصير برتقال، انتوا مش متخيلين هيعملوا ايه في السمكيه بتاعتي. الريحه طلعت خلاص. بصوا بقى تعالوا هنا هنرصص السمكه، نقول الو يا ام طه. يا الو الو طيب بصي يا ام طه، انت سامعاني من التلفزيون، فاحنا كده هنبقى متاخرين، حاولي تكلميني تاني يا حبيبتي. بصوا بقى هروح واخده الخلطه دي حشيها هنا كده اهي خلاص، وبعدين وهي موجوده كده هروح مديالها فتحات، عشان نسيت اديها فتحات هنا، تعالوا نديها الفتحات هنا اهي. دي لازم بقى خلاص، ونحط هنا كده وناخد اللي بعدها. طبعا ما بوصلش للاخر، ما بوصلش للسل من جوه، يا دوبك بس بقطع اللحم اهي خلاص كده. بس كده شايفين، الله ريحه التتبيله يا جماعه رهيبه. ونحشي بقى يا استاذ ناصر، بصوا بصوا بحشي جوه. ازاي حضرتك عامل ايه؟ انت عامله ايه؟ انا عامله سمك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب، كل سنه وكلنا طيبين. حضرتك بتكلمني منين؟ من بني مزار. اهلا بيك وبكل اهل بني مزار. اهل المنيا كلهم بيحبوك يا شيخ. ربنا يخليكوا، ربنا يخليكوا، اهل المنيا ناس جميله وكل محافظات مصر، ربنا يخليكوا ليا بجد. ممكن سؤال يا شيخ؟ اه اتفضل اتفضل. ممكن اعرف طريقه عمل البسبوسه بالمانجا؟ برضو حاضر. حاضر بس كده، هي تقريبا السنه دي هيبقى في ترند البسبوسه بالمانجا، واضح كده خلاص الترند ده طلع عندنا يا جماعه. عندنا هنا بقى الليمون بتاعنا، هنروح حاطينه فين؟ في الفتحات اللي احنا فتحناها اهو، شايفين، نرصصه بقى كده في الفتحات دي. مش عايزه اقول لكم الفتحات دي بتخلي السمكيه جوه مستويه متبله، هي ايه كبيره شويه متبله، فبتبقى خطيره. ناخد من الليمون ده، خليها اتنين بس كده. طيب تتبيله السمك دي تنفع لاي تتبيل ده، اي سمكيه عندي مش شرط السمك البلطي، يعني تتبيله السمك دي تنفع لاي سمكيه بالنسبه لي هتشتغل معاها، خصوصا السمكيه دايما بنقول الملحمه اهي بس كده. بصوا بقى بصوا بقى الحلاوه يا ست مواليد. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا حبيبتي السعادة. يا صباح السكر، عامله ايه يا حبيبتي، ايه اخبارك؟
انتي عامله ايه وحبايبك عاملين ايه؟ حلوين وبلادة. الحمد لله. بقول لك ايه، وطي التلفزيون واسمعينا. ربنا يخليكي لنا ما نتحرمش منك ابدا حبيبتي، ربنا يخليكي ما تحرمش منك ابدا والله ومن سماع صوتك. الله يخليك. بص، سمك التونه انا كنت بعمله. كنت بعمله. اقول لك بعمله كنت ازاي؟ قولي لي. الصوت بيقطع. بصي يا ست ام وليد، انت واقفه في مكان الشبكه فيه عماله تروح وتيجي، فانا مش سامعاكي كويس. ممكن بس تكلميني تاني؟ لاني بجد بحب اعرف تريكاتكم، وخصوصا ان انتوا كمان بتكونوا مجربين الحاجه مره واتنين وتلاته، فانتوا ثقه. طيب بصوا، انا خلصت كده طاجن الخطير بتاعي. بصوا عامل ازاي، يعني مين يقول ان احنا عاملين بولتي؟ بولتي العادي اللي بنشويه وبنحمره. بصوا عملناه بالبرتقال، مش متخيلين طعمه هيكون عامل ازاي. البرتقال يا جماعه بيعمل مفعول زي مفعول الليمون، بس على اطعم، على اجمل. زي ما حطينا دبس الرمان، زي ما حطينا دبس التمر، وانتوا تقبلتوهم. عايز اقول لكم هتتقبلوا جدا فكره البرتقال دي، هتعجبكم قوي قوي. الخلطه بقى كمان اللي احنا رشيناها في الاخر على السمكيه، السمكيه دي انا عايزه اغطيها، اغطيها بورقه زبده وفايل وادخلها الفرن لحد ما تستوي، والاقي هنا فيه صوص. انا مش هحطها تستوي بس، لا انا عايزه فيها صوص، وبعدين اكشفها تاخد لون، هتنبهروا بالفكره. تعالوا بقى نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. استنونا. بصوا بقى، مفيش اسهل من كده. بنشيل السل وبنشيل السلسله، ماشي اهي، ما بقاش معانا ولا شوكه. وبعدين بروح مقشره على طول. بصوا بصوا بصوا، شايفين اهو الظهر او الجلد كده اهي، بس كده. بصوا لونها عامل ازاي، اصلا لونها تحفه، تعجبكم قوي. ونشيل هنا اهي. طيب هي كده استوت، هي كده استوت واخدت الملوحه بتاعتها، بس هنزيدها حلاوه لما ننقعها في المحلول ده بقى اللي احنا عملناه، اللي هي استوت فيه ده بقى هيخليها. بصوا انتوا هتاخدوا من البرطمان على الاكل، وكمان هتحطوا من الصوص اللي في البرطمان. انتوا متخيلين الحلاوه؟ وطبعا الاكل اذواق، خلونا متفقين ان الاكل اذواق. بس عايز اقول لكم هتديكوا كميه حلوه قوي. لو الناس بتحب، لو انتوا بتحبوا الماكريل فهتجربوها هتتبسطوا منها. لو انتوا اساسا مش كايفين ماكريل فخلاص ما تجربوهاش اهي. بس هي ريحتها خطيره. بس زي ما قلت احنا بنستخدم شويه حاجات عطريه نخلي السمكه عندي طعمها وريحتها حلوه، زي ما احنا استخدمنا الكرفس واستخدمنا ورق اللوري وكمان استخدمنا بهارات السمك. الحاجات دي كلها بتخلي الحاجه عندي ريحتها حلوه، وكمان حطينا ثوم وبصل، دي كلها اضافات يا جماعه تخلي عندي المرقه حلوه اهي. وبعدين هناخد منها بقى، اهم حاجه ما نغطيهاش، غطيناها لا الموضوع بجد هيزفر معاكم اهو. بصوا اللحمه طالعه عامله ازاي، لحم لحم كده اهي. دي تتاكل اساسا النهارده، هي تتعمل اساسا النهارده وتتاكل على طول اهي. ولا هنحتاج عليها نقطه ليمون، ولا هتحتاجي ان انت تبهريها ولا تتبليها ولا اي حاجه. انا سبتها تبرد، خلوا بالكم. يعني انا ما كنتش استحمل ان انا اعملها، لا كنت استحمل ان انا اعملها وهي سخنه، بس انا كمان كنت هستنى ان المرقه عندي هنا كمان تبرد علشان اعرف احطها في البرطمان. يعني مش عايزه احطها سخنه، لان انا عايزه خلاص هي استوت، انا عايزه اعمل ايه، انقعها بقى مش اهريها. لو كنت سبتها في الميه السخنه هما الاثنين يبردوا مع بعض، كان ايه اللي هيحصل؟ كان احسن هي هتتهري معايا. لكن لا، انا سويتها ورفعتها خلاص اهي. طبعا برطماناتك بقى هتجيبيها تكون معقمه، بنعقمها ازاي يا فيفا؟ يا اما بقطنه وخل، او ورقه مناديل كلينكس وخل،
أو نروح عاملين إيه، نروح غسلينها كويس جدا ومدخلينها الفرن نكون مسخنين وقفلين، يعني خلاص قفلناه، سخناه وقفلناه ماشي. أو لو هي ما فيهاش معدن ال الحاجات اللي احنا هنعين فيها البرطمانات، فاحنا ممكن نعمل ايه، ممكن ان احنا نروح مدخلينها مايكرويف بس تلف لفة برضو هتتعقم اهي. اهم حاجة ناخد بالنا احنا بس بنحط في ايه، عشان ما نبقاش طبخين الطبخة ونلاقي ايه احنا بنحط في حاجة مش مجهزة. بس كده خلاص انا خلصت تقريبا. في هنا مش هسيبها دي، ثروة هتعجبكم جدا، خلوا بالكم احنا ظابطين الملح في المرقة، ويفضل ان هي تكون ملحها اقل. ليه؟ علشان لما تقعد فيها وتتنقع فايه اللي يحصل، اللي يحصل انها ما تروحش محدقة مننا قوي، فنخلي الملح اقل من المظبوط كمان، ده لو هتقعد يعني. انا اوعدكم انها مش هتقعد. معانا مين يا رنون؟ يا ام يوسف حبيبه كلب. ام يوسف ازيك يا ام يوسف؟ على طول بتصل ومشغول مشغول. حقك علينا يا ام يوسف والله. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وجميع القناه بخير يا رب. حبيبتي كل سنه وكلنا طيبين يا رب يا حبيبتي، وانت واولادك كل حبايبك وصاحب بيتك يا حبيبتي، وابوك وامك يخليهم لك يا رب. ربنا يخليكوا ليا والله. شكرا حبيبتي. شكرا من كل قلبي. وكل سنه من اصغر واحد لاكبر واحد كل سنه وانتم طيبين. حبيبتي وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه وحاسين والله. وانت كمان يا حبيبتي، وانت كمان يا ام يوسف. ربنا يخليه لك يا رب ويكرمك يا رب. امين يا رب. وهي الحاجات الحلوه دي النهارده ده، قولي لي هتجربيها ولا ايه؟ انا بصراحه بموت فيه بجد. طب بتعمليه اصلا؟ ان شاء الله. لا ما بعد اول مره يعني اشوف حضرتك يعني. انت اول مره تشوفي طريقه الماكريل يبقى تونه. لا تبقى انت بتحبي الماكريل؟ بصراحه لو بتحبي الماكريل هتحبيه. لا بصي خطير وريحته تحفه. حبيبتي قلبي بجد. يا ام يوسف حبيبتي هتعجبك قوي. عايزه اسمع صوتك يا ام يوسف على التليفون كده يا روحي. بس كده بس كده بس كده يا حبيبتي عيوني. وبشكر اللي ردت عليا وبدعي لها من كل قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي، ما نتحرمش منك ابدا والله. شكرا حبيبتي قلبي، منوره على الشاشه حبيبتي. ربنا يخليكي، شكرا يا حبيبتي، وسلامي لكل اهل بيتك، نورتيني. بصوا بقى انا بملى هنا، شايفين شايفين بقى، وحطوا شويه زيت علشان لما تفتحوا خلاص كده. بس انا عايزه ايه، اخد كمان الفلفل اللي قطعناه هنا علشان ده ثروه، معلش اهو، علشان ده بقى نفتحه لما نفتح البرطمان ناخد، وناخد كمان فلفل بقى حار وفلفل شطه، ونحط هنا كمان شويه شطه على الوش كده، وهنا شويه شطه نسكافيه يعني اللي هم كيفين الشطه بس كده، ونحط اخر حاجه شويه زيت. بصوا عملنا برطمانين مليانين بثلاث سمكات، ثلاث سمكات اهم بس كده. هيعجبوكوا قوي، ريحتهم تجنن صدقوني، ريحه كمان المرقه كاننا عاملين شوربه سي فود، ريحتها خطيره، ريحتها حلوه جدا. ليه؟ عشان احنا مكلفين المرقه، حاطين فيها حاجات عطريه تخلي ريحتها حلوه، تخلي النفس فيها حلو. وزي ما قلنا اهم حاجه ما نغطيش الحل ابدا. تعالوا كمان نشوف السمك بتاعنا. الله شو هاد، شو الحلاوه، ريحته خطيره، بس هو قدامه لسه شويه، ريحته حلوه قوي. تعالوا شوفوا كده، هو انا بصوا مش حطاله ولا نقطه زيت، خلوا بالكم، بس طبعا انتوا تقدروا تحطوا له زيت عادي جدا، انا مش حطاله زيت. وعايزه اقول لكم هيطلع كانه يعني زبده، وكانه محطوط له ايه يعني زيت كتير، انا مش عايزه زيت. تقدروا انتوا بقى تحطوا لو انتوا عايزين.
تقدروا تحطوا زبدة تسيحوها مع شوية عصير البرتقال كده على جنب، تقدروا تحطوا زبدة على برتقال. أنا هقفل عليه بقى عشان يلهى. ماشي، تقدروا بقى انتوا تحطوا زبدة أو زيت، بجد هيعجبكم جدا. النهاردة كان يوم الأكلات البحرية اللي ليها عشاء كتير. عايز أقول لكم إن في ناس بتستنى اليوم ده، لأن بجد هي بتقولني يعني عارفة إحنا لو مش هنقوم نعمل، إحنا بنحب نشوف شكل السمك كده. فهي طبعا أذواق، وكل واحد بيبقى ليه كده ذوقه في أكله وذوقه في بيته. فالنهاردة إحنا عملنا سمكة، عملنا التونة من السمك الماكريل، وزي ما انتم شايفين لحمتها طالعه عامله ازاي، ولا احتاجنا ان احنا ننقعها ولا اي حاجه، لحمتها طالعه لونها روزي وتجنن. ولا ايه رايك يا عم حسين؟ يا مساء الفل يا شيخ. ازيك يا عم حسين، عامل ايه؟ الحمد لله، الله ينور عليك يا شيخ. الله يخليك. معلش احنا بخمع الحلقه شويه. ليه بقى يا عم حسين؟ كنت هاخدك غياب بقى. لا لا، ربنا يخليك يا عم حسين. بنشكر مدام سلام وكل صاحب الطيب وكل اسره البرنامج وكل العاملين مع حضرتك وكل متابعين حضرتك اللي بيتفرجوا علينا واللي بيسمعوا الحلقات بتاعت حضرتك. والله يا ربنا يخليك يا عم حسين، ما تحرمش منك ابدا والله. تسلم يا شيخ، شكرا لحضرتك. شكرا يا عم حسين، نورتني نورتني. شكرا شكرا. بس فاحنا السمكه التونه لو جبناها، لا هي كتير كتير، رقمها كبير، وفي الاخر احس ان انا ما وفرتش يعني، لا يعني هي هي. ولكن سمك الماكريل سعره مناسب جدا جدا ان احنا نجيبه. زي ما انتم شايفين قطعته، اتغسل كويس جدا، وبعدين قطعناه زي ما انتم شايفين مع بعض، عملنا له المرقه. المرقه دي عليها عامل كبير قوي، كرفس وبصل وثوم وسبع والبهارات السمك وملح وكمون وبابريكا وشطه وورق لوري، الحاجات دي كلها، وعصير ليمون، الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا علشان تدينا طعم ونفس وريحه هتعجبكم جدا. وبعدين رحت حاطين التونه فيها بعد ما التونه برضو الماكريل فيها بعد ما قطعناها، وبعد كده صفيناها سيبناها تهدى والميه تبرد كمان، قشرناها وفصصناها علشان تبقى جاهزه على الاكل بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تحفه. عايزه اقول لكم الصوص ده انتوا هترجعوا تقولوا لي يا فيفا كنا بنغمسه بالتونه، هتعجبكم جدا. طيب تعالوا بقى نطلع كمان، عندنا هنا الطاجن، الله، علشان نقول ان حلقه النهارده خلصت. ريحته خطيره. صوت تقيل جدا. عايزه اوريكم الصوص كمان اللي نازل منه، بصوا بقى شايفين الصوص، شايف عم معلقة صوص نازل ازاي؟ ده بقى هو اللي هيسوي الخضار عندي والبطاطس وكل ده، وانا مش حاطه ولا نقطه ميه، شايفينه اهو، شايفين بس كده. ودي كانت حلقه النهارده. طبعا محتاجين نعمل شويه رز بقى جنب طاجن السمك ده، وده اللي انا هسيبه لكم ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير من 1 ل 2 والاعاده الساعه 4 صباحا. باي باي.